من ضمن الحاجات اللي اطرحت ان لعيبه النادي الاهلي عارفين ان في احتفاليه ان شاء الله يوم الخميس. ما ترددش طبعا الكابتن حسام ان اللعيبه بعد ما تخلص التمرين يوم الخميس انها تروح الاحتفاليه، لان هم يعني اكيد تعبوا وجابوا بطوله الدوري، فمن حقهم ان هم يبقوا متواجدين مع النادي بتاعهم. الاجواء ان شاء الله كلها كويسه، الاجواء كلها تفاؤل.